أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتقدم أولاً بأبهى باقات التهاني وأجمل أزهار التبريكات إلى مقام سيدي ومولاي صاحب العصر والزمان بمناسبة مولد جده الذي يظهر من أجل الأخذ بثأر نهضته ودمه، الإمام أبي عبد الله الحسين عليه السلام. وإليكم أيها الأحبة الكرام، يطيب لي أن أتقدم بأسمى آيات التهاني بهذه المناسبة العطرة. أحب الله من أحب حسينا، اللهم إني أحبه فأحبه، حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين سبط من الأسباط، الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا، من شفتي أشرف الخلق، ومن لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. تنطلق هذه الأوسمة العظيمة لتشكل الحلقة في طريق بيان ملامح شخصية أعطت كلها لله، أعطت حياتها، أعطت مالها، أعطت أهلها، لتستقيم الرسالة في جدولها الإلهي الذي أريد له أن يكون المعين الصافي لكل المخلصين الأحرار في هذا الوجود. الحسين عليه السلام ملحمة خلود الرسالة ومنبع العطاء للكادحين في طريق القيم والمثل التي يؤمنون بها، وهو الجدول الصافي الذي يروي أشجار الإيمان أينما صدعت بذورها الغضة لتمزق أرض الجدب والقحط الروحي. ففي الثالث من شعبان في السنة الرابعة للهجرة انفرجت أسارير الرسالة، وابتهج القرآن بولادة من سيكون راعيا لأفكار الرسالة من الاندراس، وحافظا لمفاهيم القرآن من الانغماس. نعم، فقد تهلل وجه النبي فرحا بمقدمه، ومشى مسرورا إلى بيت ابنته فاطمة ليعطي لهذا الوليد الاسم المتميز، فقال سموه حسينا. الآن مع أولى فقرات هذا الحفل المبارك، فقرة القرآن الكريم مع القارئ الأستاذ عبد الرضا مبارك، فليتفضل مسبوقا مصحوبا بالصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد، وهو الذي جعل
جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما صدق الله.
الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار، على رسول الله وآله الأطهار. طيب الله أنفاسكم أستاذنا العزيز على هذه التلاوة العطرة المباركة إن شاء الله، وثبت الله أقدامكم وجعلكم إن شاء الله من الذاكرين.